استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الكيانات الشبابية. وأشاد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي بدور الكيانات الشبابية الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بالشباب وبتمكينهم. من جانبه قال وفد الكيانات الشبابية إن المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي قدم مشاريع غير مسبوقة للشباب، فضلا عن الحرص على تمكينهم في المناصب القيادية، لذا هم حريصون على تعزيز الوعي لدى الشباب بإنجازات القيادة السياسية وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات.